صادق وأصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ثلاثة قوانين لسنة 2017 بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم 23 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 والمرافقة لهذا القانون، فيما نص القانون الثاني رقم 24 بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة البحرين أو مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 من أكتوبر عام 98 المرافق لهذا القانون. كما نص القانون الثالث رقم 25 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 76 وبروتوكول عام 96 المعدل لها المرافقين لهذا القانون.